يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة كالعادة فيها العديد والعديد من الأمور الهامة اللي بالتحديد بتهم جمهور النادي الأهلي الفرحان والسعيد بعد بطولة غالية جدا وغاية في الأهمية، وهو اللقب التاسع في تاريخ النادي الأهلي من حيث ألقاب بطولة دوري أبطال أفريقيا. بصراحة مش قادر أخفي عليكم كم الفرحة اللي عندنا واللي عند المنظومة الأهلوية بشكل كامل واللي عند جمهور النادي الأهلي بالطبع، ومش قادر أوقف الفرحة دي عند يوم محدد. احنا دايما بنتكلم على ان خلاص الأهلي بيطوي صفحة، سواء كسبت او خسرت وبتفكر في اللي جاي، وده طموح النادي الأهلي واهدافه دايما، لكن ده امر هيتعلق بقى بالفرقة، ده دورهم هم بقى يركزوا، سيبونا احنا نفرح. احنا كأهلوية او كجمهور للنادي الأهلي او كقناة رسمية للنادي الأهلي، استمرار في الفرحة والسعادة بعد بطولة جت بعد عناء وتعب وجهد كبير جدا جدا بالنسبة لمنظومة النادي الأهلي ككل، وعلى رأسهم طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي. فبالتالي احنا متواصلين مع حضراتكم، وهيفضل تفاعل حضراتكم معانا من خلال كمان هاشتاج التسعة يا أهلي، والهاشتاج ده من خلاله تقدروا تبعتوا لنا كل الفيديوهات اللي انتوا فرحتوا او اللحظات اللي فرحتوا فيها بفوز النادي الأهلي ببطولة القرن ومباراة القرن واللقب التاسع وبطولة دوري أبطال أفريقيا اللي كنا مستنيينها بقالنا كتير، وهناخد طبعا تفاعل حضراتكم من خلال الهاشتاج ده مع نهاية حلقة النهاردة. عندنا أمور كتير كمان بتتعلق ببعض الجوانب اللي بتخص الفرقة واستعداداتها للمباراة المقبلة يوم الثلاث، وبعض الأمور العالمية اللي هنتكلم فيها مع أو على مدار حلقة اليوم. البداية دايما بتكون بالعناوين، نشوف. في ترند الأهلي، الخطيب يشكر مؤسسات الدولة بعد نجاح تنظيم نهائي أفريقيا، والفريق يختتم استعداداته غدا لمواجهة الاتحاد في كأس مصر. أما في الترند العالمي، تكريم خاص من نابولي لمارادونا. طيب انا عايز ابتدي مع حضراتكم ببيان مهم جدا جدا من النادي الاهلي صدر صباح اليوم او ظهر اليوم تحديدا، وعلى لسان رئيسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. والبيان انا مقسمه لحضراتكم في خمس نقاط وهتكلم عنه بالتفاصيل وهنعرضه لحضراتكم دلوقتي على الشاشه، لانه بيان غايه في الاهميه وبيان يدل على قيمه وعظمه النادي الاهلي في كل الاحوال. فبالتالي الكابتن محمود الخطيب، وهو البيان تحت عنوان الكابتن محمود الخطيب يشكر فخامة الرئيس ومؤسسات الدولة ويؤكد أن علاقة الكيانات الرياضية أهم من أي بطولة. في البداية الكابتن محمود الخطيب وجه التحية والشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسؤولياتها كالعادة بل وفوق طاقتها كمان، ودي حقيقه بصراحه، من اجل اقامه المباراه النهائيه لدوري الابطال في مصر، وان تخرج هذه المباراه بالشكل الذي يعكس الصوره الحضاريه للبلاد بالرغم من الضغوط التي احاطت بها لفتره ليست بالقصيره. ووجه رئيس الاهلي التحيه لرجال القوات المسلحه والشرطه الذين يتحملون العبء الاكبر في كافه المناسبات من اجل امن وامان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية. كمان الكابتن محمود الخطيب في الحقيقة وجه التحية وخص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك اللذين بذلا جهدا كبيرا منذ انطلاق المسابقة حتى وصولا للمباراة النهائية. وفي الحقيقة طبعا الفريقين عملوا مجهود عظيم وشرفوا الكرة المصرية والرياضة المصرية بطريقة مميزة جدا من خلال وصولهم للمباراة النهائية لتضمن مصر كأس البطولة أيا كان الفريق الفائز، وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين، ده أمر مؤكد. كمان الكابتن محمود الخطيب رفض بشكل قاطع وأشار إلى ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، ده أمر ضروري جدا يعني نوه ليه الكابتن محمود الخطيب، معلنا بقى عن رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر سواء كان لاعبا أو مدربا أو مسؤولا أيا كان موقعه، خاصة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد، لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم، وده أمر حقيقي ولا بد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع. وطالب رئيس الأهلي كل الجماهير، ودي رسالة من الكابتن محمود الخطيب لجمهور الرياضة المصرية والكرة المصرية بشكل عام، الرسالة كانت للجماهير بمختلف انتماءاتها، وهي طي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض ويجب أن نسمو فوقها،
وبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قياداتها للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل ولا بد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة. والكلام على لسان رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، وبيفسر كده بإيه؟ لأن أكبر من نتيجة مباراة، لأن العلاقات الراسخة والثابتة والعلاقات بين الكيانات الرياضية أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة. وفي ختام بيان النادي الأهلي اللي كان على لسان الكابتن محمود الخطيب، وجه التهنئة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي، مؤكدا على تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية. بيان غاية في الأهمية ومحترم جدا من النادي الأهلي عن طريق رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. ولما تيجي تقرا البيان كده تعرف قيمه النادي الاهلي وعظمته في الحقيقه. وفي انديه كبيره جدا في مصر يعني لهم كل التقدير والاحترام في كل الاحوال. طيب، مستمر في الكلام والاحتفال ببطوله دوري ابطال افريقيا، وبالتحديد امبارح كان في حفل عشاء يعني اقامه مجلس اداره النادي الاهلي للجهاز الفني واللاعبين، وكنا متواجدين هناك في الحفله دي. وكابتن محمود الخطيب الراجل بصراحه عليه ضغوط كبيره جدا كانت، وهو ومجلس ادارته وكلهم عملوا جهد مطلوب منهم وعملوه على اكمل وجه، وقدروا ان هم يواجهوا كل العقبات اللي بتقابلهم حتى الوصول للمباراه النهائيه، بل وتحقيق اللقب كمان بشكل مميز، وده كان امر مهم. لكن الكابتن محمود الخطيب اتكلم امبارح في كلمه تحديدا اتفقت مع زمايلي في البرنامج ان احنا نطلع الكلمه دي ونتكلم عليها ونعلق عليها، لان هي كانت جزئيه حاسمه، وهي التعاقد مع مستر بيتسو موسيماني. والكابتن محمود الخطيب شرح الجزئيه دي تحديدا، وازاي تم التعاقد مع مستر بيتسو موسيماني بعد اعتذار او يعتبر يعني نهايه عقد فايلر مع الاهلي طبقا للبند اللي كان موجود في بدايه شهر 10، وكان الوضع يعني صعب شويه، لكن ازاي تعامل النادي الاهلي مع الجزئيه دي؟ نروح للكابتن محمود الخطيب نشوف الكلمه دي ونرجع مره ثانيه. يلا. عايز الحقيقه اقول لكم حاجه يمكن ما قلتهاش خالص قبل كده. لما فكرنا في مستر موسيماني اللجنه بتاع التفتيت، انا الحقيقه كنت اتكلمت وعرضت الموضوع على اللجنه. فقلت له مهمة صعبة. عمرو تعالى جنبي ترجم لي. يمكن انا لما اتكلمت مع مستر عثماني الفكرة جت، خلي بالك من النادي الاهلي كلنا بنشتغل مع بعض سواء جوه النادي ولا بره النادي. يعني في مثلا قيمة كبيرة موجودة كانت معانا زي كابتن طه اسماعيل. كابتن طه اسماعيل انا برضه بعد ما قعدت مع اللجنه ووصلنا للمفهوم ده جبت كابتن طه وقعدت معاه وكلمت معاه، وكان برضه مرحب جدا بوجود مستر بيتسو موسيماني. لما كلمته قلت له الظروف صعبه، انت جاي في ظروف صعبه، انت تعرف لعيبه الاهلي كويس وتعرف لعيبه افريقيا كويس وتعرف الملاعب اللي في افريقيا كويس وتعرف الجو الافريقي كويس، ده كله بالنسبه لنا هيبقى هتسهل مهمتك، لكن المهمه صعبه جدا لان حجم النادي الاهلي كبير جدا وحاجه قيمه كبيره جدا، وداخل على نهايه الدوري وداخل على كمان ادوار نهائيه في بطوله افريقيا. الرد الاولاني منه طمني، قال لي يا كابتن انا جاي وعارف ده، وانا جاي عشان البطوله دي بالظبط كده، قال لي انا جاي عشان البطوله ديت وجاي عشان كاس العالم للانديه، وانا ان نلعب نشتغل في النادي الاهلي ده بالنسبه لي انا عارف قيمه الاهلي كويس جدا. فانا بشكره لاخلاصه في عمله هو والاستاف بتاعه كله، اخلاصهم في العمل، وانهم بسرعه جدا اندمجوا وبقوا جزء من النادي الاهلي وبقى بيعرفوا يعني ايه حب النادي الاهلي، مش بس كلام، شغل. الناس بتشتغل زي ما اللعيبه بتشتغل، عشان كده انا بشكر اللعيبه جدا لانهم كلهم بيشتغلوا بحب، كل واحد فيهم بيشتغل بقيمه وبحب للنادي الاهلي، وهو عارف هو موجود فين، موجود في اي مكان. النادي الاهلي هو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو اللي بيصنع اللعيبه، مفيش لعيب بيصنع النادي الاهلي، هو اللي بيصنع اللعيبه، هو اللي فضله على كل اللعيبه.
كلام غاية في الأهمية في الحقيقة، وكان تحدي مهم قوي واتكلم عنه الكابتن محمود الخطيب وهو كواليس التعاقد مع مستر بيتسو وموسيماني بعد رحيل مستر فايلر، وشرح القصة لكل أعضاء النادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي من خلال هذا الفيديو، من خلال كلماته بالأمس وطريقة التعاقد، وبعد اجتماعه مع لجنة التخطيط وكمان استعان بالكابتن طه إسماعيل، وكان يعني استشار كل المختصين في كرة القدم، من الناس القريبة من النادي، الناس اللي حوالين النادي، وتواصل كمان مع موسيماني واتكلم معاه، قال له إن أنت جاي في توقيت صعب وتوقيت مهم. اللي عجبني بقى كمان في الحته دي ايه، ان موسيماني نفسه رد تلقائي، مش تلقائي، هو عارف ان لما هيرد رد زي ده هو عارف بيقول ايه كويس جدا. ممكن اي مدرب يجي يقول لك انا ما تطلبوش مني بطوله، انا لسه جديد ما اعرفش الفرقه وكلام من ده، لا جه قال لك انا جاي عشان البطوله دي وعشان اوصل كاس عالم. فده تحدي كان مهم جدا نجح فيه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط للكره كمان بالتعاون مع الكابتن طه اسماعيل زي ما اشار الكابتن محمود الخطيب، وأيضاً الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة. لكن برضو المهم بالنسبة لي كم الضغوط اللي واجهها مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار الفترات كلها اللي فاتت، والنجاح في تخطي كل هذه الضغوط والعقبات، وده أمر مهم جداً. فأنا عايز أوريكم صورتين مهمين قوي، ياريت لو نعرضهم يا شباب، وهي صورة موسيماني وهو بيهدي الكابتن محمود الخطيب لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا. ولو تفتكروا كان في صورة أول ما وصل موسيماني مع الكابتن محمود الخطيب تقريبا في نفس المكان ده، هو بيرحب بيه وبيسلم عليه وبيهنيه بتوليه مسؤولية الإدارة الفنية لكرة القدم النادي الأهلي. فبالتالي الناتج كان يعني تسليم الكابتن محمود الخطيب لقب البطولة. بعديها بقى صورة حصرية أنتم مش هتشوفوها في أي حتة تانية خالص، الصورة دي الكابتن محمود الخطيب بيسجد في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي بعد فوز النادي الأهلي وتتويجه رسميا بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، سجدة في نفس اللحظة اللي صفر فيها الحكم مصطفى غربال حكم مباراة النهائي، وسجدة شكر للمولى عز وجل. وكلنا بصراحة في بيوتنا وفي أي مكان كنا نتفرج عليه على هذه المباراة سجدنا سجدة الشكر دي، لأنه كان كرم كبير جدا من عند ربنا. وسجدة الشكر دي تحديدا من كابتن محمود الخطيب جاية بسبب كل الأزمات والضغوط والانتقادات التي وجهت لمجلس إدارة النادي الأهلي وكل التحديات اللي هو اشتغل عليها وقدر أنه هو يتغلب عليها بشكل جيد. فأنا عايز أقول لجمهور النادي الأهلي، عليكم أن تفخروا وتسعدوا بناديكم النادي الأهلي، وعليكم أن تفخروا وتسعدوا برئيس ناديكم المحترم الكابتن محمود الخطيب، وده أمر جيد جدا ومهم وحاجة يعني تفرح جدا جدا كل الجماهير الأهلاوية. وهنفضل في حالة السعادة دي بإذن الله لغاية لما نخش على البطولة الجاية، بطولة كاس مصر لما تبتدي إن شاء الله بعد بكرة دور نصف النهائي. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، لسه عندنا حاجات مهمة كتير، استنونا. لسه مستمرين مع حضراتكم، وانا عارف اللي بيشغل بال جمهور النادي الاهلي في يعني الايام الحاليه هو فيما يتعلق باخر اخبار الفريق وازاي هيستعد للمباراه المقبله امام الاتحاد السكندري يوم الثلاث ان شاء الله في نصف نهائي بطوله كاس مصر. المباراه هتتلعب على استاد الجيش بالسويس الساعه 8 بالليل، وانا هتكلم مع حضراتكم في بعض الاخبار اللي بتخص الفرقه بكل التفاصيل. فيما يتعلق الاول بموضوع القائمه، واحنا عارفين الاهلي تعاقد مع بعض اللاعبين الجدد خلال الفتره اللي فاتت، فالناس بتسال موقفهم من مباراه الاتحاد السكندري ان شاء الله تعالى. النهارده في اجتماع ما بين الجهاز الفني بشكل كامل، الكابتن سيد عبد الحفيظ كمان معاهم، لحسم القائمه الاولى بشكل نهائي. الاجتماع ده مش هيكون النهارده بس، هيكون النهارده وبكره. القائمة الأولى هيتم إرسالها إمتى؟ هيتم إرسالها بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى لاتحاد الكرة. القائمة الأولى دي اللي بتشمل اللاعبين أصلا اللي هم عندهم عقد معاك واللي مقيدين في القائمة الخاصة بالفريق الموسم الماضي. اللاعبين اللي هيخرجوا من القائمة الأولى دي تعرف على طول لما الأهلي يعلن بكرة، تعرف إن دول في تفاوض ما بينهم وما بين النادي الأهلي على رحيلهم عن الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو على سبيل البيع النهائي. وهيتم قيد اللاعبين الجدد زي بدر بنون، طاهر محمد طاهر، المعارين اللي رجعوا، في من تاني بيكام، الناس اللي تم التعاقد معاهم هيتم قيدهم في القائمه الثانيه اللي هتكون بدايه من يوم 1 من بدايه الشهر الجديد 1/12. فبالتالي انت هتقيدهم الصبح تقدر تلعبهم بالليل، فهيكونوا متاحين بالنسبه لك في مباراه الاتحاد السكندري، وده كان جزئيه بيسال فيها كتير من جمهور النادي الاهلي اللي هم بدري بنون وناصر ماهر واكرم توفيق واللعيبه الجدد اللي تم التعاقد معاهم بشكل رسمي. طيب تعالى بقى لجزئيه المساحات وايه اللي بيحصل فيها. امبارح بشكل رسمي خلاص وليد سليمان الحمد لله عينته اتحولت من ايجابيه لسلبيه وشفيها تماما من فيروس كورونا، واصبح متاح
للجهاز الفني باذن الله تعالى طبقا للرؤيه الفنيه وطبقا لجاهزيته البدنيه. النهارده كمان في مسحه لوليد تاني وبتضم كمان كل اللاعبين، كل اللاعبين هيجروا المسحه، مش هيعملوا رابيد تيست. البروتوكول بتاع الاتحاد المصري انك تعمل رابيد تيست اللي هو عينه الدم ويبان انت عندك اي اجسام مضاده ولا لا، لا الجهاز الفني والنادي الاهلي قرر ان هو يعمل البي سي ار مسحه لكل اللاعبين عشان يطمن بشكل اكبر على اللاعبين، وده هيشمل كل القائمه بالنسبه للنادي الاهلي. طيب الناس بتسال على اليو ديانج موقفه ايه؟ اليو ديانج هيعمل مسحه ايضا النهارده ويتم تحديد مدى يعني ايجابيه او سلبيه عينته، ان شاء الله تكون عينته بقت سلبيه وينضم لتدريبات الفريق بالشكل طبيعي. امبارح كان بمناسبه اللقطات دي كانت تدريبات خفيفه واستشفائيه جدا بالنسبه للاعبين، النهارده المران الرئيسي وبكره مران اخر من خلاله يكون هو المران الاخير ويسافروا على السويس باذن الله تعالى. اليو ديانج خلاص اتكلمت مع حضراتكم عنه، اجاييه كان تعرض لاصابه او تجدد لاصابه اللي كانت جات له في التدريبات قبل مباراه الزمالك، تعرض ليها في مباراه الزمالك كانت واضحه ان هي برده في الكاحل، هيبقى في اختبار طبي للاعب النهارده وهنشوف مدى امكانيه لحقه بالمباراه المقبله. بالمناسبه نسبه كبيره جدا هتشوفوا وجوه جديده في مباراه الاتحاد السكندري يعني. كمان فيما يتعلق بطاهر محمد طاهر، الناس بتسال على طاهر وموقفه المباراه اللي جايه، طاهر لسه عنده شد في العضله الاماميه بيعالج منه، عنده بعض التدريبات التاهيليه، فرص لحقه بالمباراه القادمه صعبه جدا جدا يعني. لكن طبعا هيتم قيده وهيكون متاح لما هو بعد مباراه الاتحاد السكندري ان شاء الله يكون مباراه نهائيه لبطوله كاس مصر. اخر حاجه كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده كان ليه تصريحات وقال انه بيتمنى ان مباراه السوبر الافريقي مع فريق نهضه بركان المغربي تكون على استاد الاهلي والسلام، وهنشوف القرار النهائي هيكون ايه بخصوص الجزئيه دي. احنا عارفين استاد القاهره تم اغلاقه رسمي عشان يتم تجديد ارضيه الملعب وزرع البذور الشتويه لفصل الشتاء، فبالتالي انت متاح بالنسبه لك الاهلي والسلام، ودي رغبه النادي الاهلي طبقا للي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. دي كانت اهم وابرز الاخبار وطمنت حضراتكم بشكل كبير جدا على اخر الامور اللي بتخص فريق النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين في اجواء الفرحه والسعاده اللي موجوده عند كل جماهير النادي الاهلي بعد الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي دلوقتي جت ميعاد فقره مهمه جدا اعتقد حضراتكم بتحبوها، وهي فقره ترند اونلاين، وهيكون معانا عبر سكايب الاستاذ اسامه السويسي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير عشان نتكلم معاه بخصوص مباراه القرن واجواء ما بعد هذه المباراه ورايه فيها وكيف تابعها. يا استاذ اسامه اهلا بيك منورنا. اهلا بيك امير صديقي العزيز، اهلا بيك وكل مشاهدي الترند، اهلا بيك وكل مشاهدي قناه بيتنا الكبير النادي الاهلي. مبروك، مليار مبروك لكل مشجعي النادي الاهلي في كل العالم على كوكب الارض، مليار مبروك البطوله، والاميره السمراء اخيرا عادت الى حضنها الدافئ المفضل القلعة الحمراء. ألف مبروك ليك وألف مبروك لكل الأهلوية في كل مكان. لكن مباراة كانت صعبة يا أستاذ أسامة، وهي كانت مباراة القرن وبتلعب مع نادي كبير زي نادي الزمالك، وكان تحدي في مباراة هي مباراة العمر في كل الأحوال. كيف تابعت هذه المباراة وكيف تابعت كمان أجواء الاحتفالية فيما بعد انتهاء هذا اللقاء؟ المؤكد زي ما انت بتقول، علشان كل اللي انت ذكرته ده، البطولة غالية جدا جدا، البطولة التاسعة غالية جدا جدا. صحيح شفنا بطولات كتير الاهلي حسمها وفي توقيتات قتلة في بطولات مهمة، ولكن البطولة دي تحديدا هتفضل غالية وتاريخية واستثنائية عند كل جماهير النادي الاهلي على مدار التاريخ، لان البطولة دي اتحققت على حساب المنافس والغريم التقليدي بتاعك نادي الزمالك في مباراة صعبة جدا، مباراة صعبة جدا، مباراة تكتيكية، مباراة أعصاب، مباراة بطولة حقيقية، نجح النادي الأهلي في حسمها وبهدف عالمي للنجم محمد مجدي قفشة، فعلشان كده كانت فرحة الأهلاوية كبيرة جدا. لكن اسمح لي بما إن احنا في برنامج الترند ندي الناس حقها، ندي الناس حقها. الترند مين اللي بيصنع الترند؟ الجمهور طبعا، واحنا جمهورنا، جمهور النادي الاهلي هو الدرع والسيف بتاعنا. اكيد جمهور الاهلي هو درعنا وسيفنا على مدار التاريخ. صحيح هم بقالهم حوالي 8 سنين غايبين عن المدرجات، ولكن جمهورنا كان ليه دور مؤثر وكبير جدا في دور رئيسي، النادي الاهلي خصوصا. نعم،
وخصوصا في البطوله دي. صحيح اشادنا بدور مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب والاجواء اللي وفرها للفريق والدعم اللي عمله رغم الضغوط والحروب الكتير اللي تعرض لها، صحيح اشادنا وشكرنا رينيه فايلر المدير الفني طبعا السويسري طبعا على اللي قدمه للفريق لغايه لما مشي، صحيح اشادنا وقلنا ان احنا تعاقدنا مع صفقه عبقريه بيتسو موسيمياني، صحيح اشادنا بدور الجهاز الفني الاداري للاعبين، صحيح اشادنا بابطالنا ابطال افريقيا، ولكن لازم كمان جمهورنا ياخد حقه، أكيد جمهورنا اللي كان عامل وحائط صد قوي على النادي الاهلي وعلى فرقه النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي على مدار مسيره البطوله، هي الاغلى وهي الاصعب، علشان كده لازم كلنا نرفع لهم القبعه ونقول لهم مبروك، تستاهلوا الفرحه وما تخلوش حد ياخد منكم الفرحه، بالظبط احتفلوا بالبطوله الغاليه، احتفلوا بفريقكم بطل افريقيا للمره التاسعه على في التاريخ، في ثالث 13 مره يوصل فيها للمباراه النهائيه، وده رقم قياسي، وكمان عايز اقول لهم افرحوا بالنادي الاهلي لانه توج عن طريق مشوار هو الافضل والاعظم على مر عصور كره القدم في القاره السمراء، فريق بيخوض 15 مباراه، 15 مباراه، بيفوز في 11 مباراه في 3 مباريات ويخسر مباراه واحده بفعل فاعل بالضبط معلوم اسمه جوشوا بوندو، فريق بيسجل 36 هدف وشباكه تهتز 7 مرات فقط بفارق رهيب عن كل الفرق بالضبط المنافسه في بالضبط. بطوله اتعرضت للتوقف، اتعرضت للضغوط، اتعرضت هي أصعب لحاجات كتير بطولة تقريبا جدا، في تاريخ النادي الأهلي طبعا، أو من ضمن علشان البطولات كده الصعبة بقول يعني. لك، علشان كده بقول لك هي الأغلى، هي طبعا الأغلى، هي البطولة الغالية علينا جدا، افرحوا، افرحوا إن فريقكم هيرجع لبطولته المفضلة، هيرجع يزين مونديال الأندية، الحمد مونديال لله الحمد لله. الأندية اللي هيتعمل الشهر الجاي بإذن الله بجوار العملاق البافاري بايرن ميونخ، بايرن ميونخ ومعاهم كمان الدحيل القطري بالإضافة إلى أوكلاند سيتي، وما زلنا في انتظار 3 ممثلين عن آسيا وعن أمريكا الشمالية وعن أمريكا طيب الجنوبية. استاذ اسامه، ايه اهم المكتسبات الفنيه اللي اكتسبها النادي الاهلي بعد انتهاء مباراه القرن وبعد حصد لقب دوري ابطال افريقيا من وجهه نظرك؟ من وجهة نظر الشخصية اللي حصل في المباراة ده تقدر تبني عليه حاجات كتير جدا، لأن في ناس كتير طلعت قبل المباراة وقعدت تشكك وقعدت تقول إن الأهلاوية خايفين وإن الأهلي مرعوب وإن الأهلي ركبه بتخبط والكلام اللي إحنا فهمناه، وحاولوا يحسسوك إن المنافس هو الأكبر منك، وإن المنافس حتى في المباريات الحسم اللي بتكون على ألقاب بيكون هو صاحب السبق، لا ده كلام ملوش علاقة بالتاريخ ولا بالأرقام ولا بالجغرافيا ولا بأي حاجة، ولا تمام ليه علاقة، بدون فلسفة، الأهلي والزمالك لعبوا 9 مواجهات في دوري أبطال أفريقيا، 6 منهم انتصارات للنادي الأهلي و3 تعادلات ومفيش ولا هزيمة، الخسارة الوحيدة للنادي الأهلي قدام منافسه الزمالك كانت في كأس السوبر 1994 بتاعة الحكم الجنوب أفريقي بيتروس ماتابيلا المشهور الموجود في سجون جنوب افريقيا بسبب التزوير والتلاعب في نتائج المباريات، واللي بسببه الاهلي غاب عن بطوله افريقيا 3 سنوات متتاليه لما انسحب ولما الكاف عاقبه بعقوبه 2 سنين، علشان كده بقول ان الفوز ده مهم جدا على حساب منافس عنيد، النادي الاهلي لعب بالظبط مباراه كبير. تكتيكيه عاليه جدا، احترم المنافس بتاعه، والفرحه دايما احترم بتكون حلوه المنافس. يا استاذ اسامه يعني في الحقيقه. انا عايز اشكرك شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا، ودايما تكون معانا في المناسبات السعيده وما اكثرها بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله في القريب العاجل تكون المزيد والمزيد من البطولات يحصدها فريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي. يا استاذ اسامه انا بشكرك شكرا جزيلا. يا استاذ اسامه السويسي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير كان معانا عبر سكايب واتكلمنا معاه في اجواء ما بعد مباراه القرن وفوز النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا. هروح لفاصل بسرعة وبعدين نرجع نكمل، يلا. أهلا بحضراتكم من جديد، خلينا بشكل سريع ناخد أهم الأمور اللي كانت على النادي الأهلي في ترند الأهلي تحديدا على السوشيال ميديا، ونبتدي بحساب فلاش كورة دوت كوم على فيسبوك، واللي بيقول إن الأهلي يتفوق بمفرده على فرق كل دولة من هذه الدول مجتمعة، تحديدا الأهلي 9 ألقاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بيتفوق على السنغال يعني توتال الفرق عندهم جايبين 5 بطولات بس، الجزائر كذلك 5 بطولات، المغرب وتونس كل منهم أنديتهم جابت 6 بطولات، مصر بخلاف الأهلي 6، 5 زمالك 1 إسماعيلي، فالأهلي بيتفوق على كل هذه الدول
في عدد البطولات الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا. عفوا، خلينا نروح للخبر اللي بعده، تحديدا صورة مهمة أو جيدة وفي توقيت مناسب نشرها حساب دوري أبطال أفريقيا على تويتر، وبيقول هذه الروح المطلوبة في إشارة يعني للتحية اللي كانت خلال المباراة ما بين مروان محسن ومحمود على الاهلي والزمالك، وده اللي احنا بنطلبه وبنتمناه دايما في الروح الرياضيه ما بين لاعبي الاهلي والزمالك وما بين لاعبي الدوري المصري بشكل كامل. خلينا نروح لفاصل سريع بعدين نكمل ونشوف اخر فقره معانا في الترند النهارده. يلا بينا. من اهم فقرات البرنامج طبعا هو يعني تفاعل جمهور النادي الاهلي معانا وبالتحديد بعد الفوز باللقب الاخير بطوله دوري ابطال افريقيا، بس انا عايز ابتدي بفيديو لمنطقه حسين الشحات وهم بيحتفلوا فيها بفوز النادي الاهلي على الزمالك في نهائي القرن وحصد لقب القاري او لقب بطوله دوري ابطال افريقيا رقم 9 في تاريخ الاهلي. نروح نشوف الفيديو بسرعه ونرجع. حقه يفرح طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي حسين الشحات، وبيفرح مع اهل منطقته وفرحه دايما بتكون حلوه في الحقيقه. لسه بقى المهم كمان بالنسبه لنا ناخد يعني فرحه حضراتكم بالفوز بهذا اللقب وفرحه الجماهير في مختلف محافظات جمهوريه مصر العربيه. نشوف الفيديوهات. يا رب ديم الفرحة على شعب مصر وعلى جمهور الأهلي دايما بإذن الله من خلال ألقاب كتيرة وعديدة خلال الفترة القادمة بإذن الله. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من الترند. إلى اللقاء.